المطروحة التي ناقشناها موسومة بتزنيت من القاعدة المخزنية إلى المدينة 1882-1956 دراسة في التحولات، تعالج هذه الأطروحة مكونة تقريبا من 400 صفحة إشكالية مركزية كبرى هي رصد التحولات التي عرفتها البنيات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية بمجال تزنيت ومحيطها القبلي خلال فترتين حاسمتين من تاريخ المغرب، الأولى مرحلة المولى الحسن وتحديدا بعد تسوير تزنيت 1882 إلى 1912، وهي بداية إرساء إدارة الحماية بتزنيت إلى 1956، وتوقفنا عند هذا التاريخ بالضبط لانتفاء يعني ثابت من ثوابت الدراسة وهو الحماية الفرنسية. هذه الأطروحة في عمومها ناقشت جملة التحولات التي عرفها هذا المجال بمختلف الفترات أو الحقب التي تحدثنا عنها سابقا. في الحقيقة هذا العمل هو مجهود 5 سنوات من 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 التحصيل، ابتدأناه أولا بجمع مادة غزيرة حول موضوع تزنيت، وهي نتاج تقريبا 5 رحلات أو 6 رحلات إلى الأرشيفات الأجنبية تحديدا الفرنسية، الدبلوماسي منها بنونت والعسكري بفانسين، وتمكننا من الوصول على الأقل لما يعادل 21,000 وثيقة تهم كلها موضوع تزنيت خلال فترة الحماية. هذا العمل يعتبر عملا قاعديا لأنه أولا يعتبر أول أو تعتبر هذه أول أطروحة حول تاريخ تزنيت، هذا من جهة. ثانيا لكون هذا العمل جاء في إطار مشروع، بمعنى أن نحن 5 أو 6 الباحثين فكرنا منذ أن ناقشنا بحوث أو رسائل الماستر في يعني أن يتخصص كل منا في مجال معين، وتخصصت أنا في مجال تزنيت، زميلي الحسن الخطير في الأطلس الصغير الغربي، العربي أعرف في تيرودانت، عبد الله أوبري في الجدير، رضوان العور ميناء الجدير وتحولاته الاقتصادية، رضوان الهكاري ورزازات وأحوازها، ثم محمد المستراوي أي عطاء ومحيطها، بمعنى أن العمل يأتي في سياق مشروع متكامل متماسك يهدف بالأساس إلى تغطية تواريخ هذه الهوامش في أفق أن نفتر لاحقا في مشروع تركيب هذا التاريخ المعلي. مشروع الأكبر بالنسبة إلينا نحن هاد الباحثين الشباب الباحثين الجدد، هذا الجيل الجديد، هو قراءة تاريخ المغرب بناء على أو انطلاقا من المحلي نحو الشمولي، بمعنى أن الأساسي عندنا هو أن نبدأ من المحلي في أفق قراءة التاريخ المغرب شموليا. باقتضاب شديد هو أنه رصد هذه التحولات، بمعنى وصل إلى خلاصات واستنتاجات يمكن أن تفيد الجماعات الترابية والمحلية في تبني مشروع ثقافي، تبني مشروع يعني تاريخي، في تبني مشروع علمي يمكن أن يمثل لا بالنسبة لتزنيت وباقي المدن مدخلا أساسيا لتنمية حقيقية.